بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا وحلقه جديده وبرنامج المرايه. ان شاء الله النهارده هيكون عنوان حلقتنا ابني بيتك. هو احنا امبارح كان موضوع حلقتنا كنا بنتكلم الشباب، وكنا بنقول لهم ازاي لو حابب تبني بيت صح على اساس سليم تختار زوجه صالحه، وعرفنا الاسس اللي على اساسها نختار زوجه صالحه. النهارده بقى عشان البيت ده مسؤوليه مشتركه بين الاثنين، فحبينا ان الحلقه النهارده تكون بتخاطب البنات او السيدات وازاي تبني بيتك. وعشان برضو تبني بيتك على اساس سليم لازم تكوني مختارة شريك حياة كويس يساعدك، لانك مش بس هتبني بيت، ده انت هتبني جيل وهتربي جيل كبير بحاله وهتكوني مسؤولة عنه، وانت برضو اللي هتكوني مسؤولة عن اختياراتك. هستنى اسئلتكم واستفساراتكم. لو حد عايز يسأل في نفس الموضوع ده ياريت يتواصل معانا على الارقام اللي هتنزل على الشاشة او على الصفحة الخاصة بالقناة، وهستنى برضو إجاباتكم إن شاء الله مجمعة، وهبحط لكم السؤال آخر الحلقة سؤال المسابقة، وتبعتوا لي الإجابات مجمعة 30 حلقة مع بعض، وهتكون الهدايا قيمة جدا عبارة عن عضويات ودورات تدريبية واستشارات نفسية مقدمة من الأكاديمية الدولية لتطوير الذات. ودلوقتي برضو هرحب بالدكتور جيهان حسين، استشاري نفسي وأسري ومديري ومؤسسي الأكاديمية الدولية لتطوير الذات. أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي حضرتك؟ حضرتك قلتي النهارده ان شاء الله ان احنا هنتكلم عن اختيار البنت للزوج الصالح اللي هيساعدها انها تبني بيتها على اساس سليم، فيا ريت حضرتك توضح لنا. طيب احنا امبارح قلنا ان انا علشان ابني بيت انا كاني بالظبط مهندس، تمام، بقرر ان انا عايز ابني بيت، فانا لازم افكر الاول امكانياتي ايه وحدودي ايه ده بالنسبه للشاب، وان هو هيبتدي يشوف هيشتري الارض دي فين وارض تصلح للبناء علشان يبتدي يأسس، وهل هو عايز يرمي أساس لكام سنة قدام علشان العمارة دي تعيش أطول وقت ممكن، صح ولا لا؟ تمام. حضرتك معلش امبارح كان في نقطتين أساسيين نفكر اللي ما شاف، يعني نفكر اللي شفنا امبارح واللي ما شفناش بالنسبة للزوج، كان أهم نقطتين إيه؟ نراجع. أهم نقطتين طبعًا إحنا قلنا الأحاديث النبوية الأساسية. أيوه. هو ممكن الناس تشوفها على اليوتيوب، بس أنا عايزة أعمل زي تذكرة عشان نقدر علشان نربط. عشان نربط. تمام. أنا آسفة في موبايل بيرن. معلش. طيب نقطتين نفتكر بيهم امبارح. هو احنا بدأنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي من استطاع منكم الباء فليتزوج. أيوة. الأول شرط الاستطاعة البدنية والمادية، وتاني حاجة تنكح المرأة لأربعة، وقلنا إن هو جائز إن هو يختارها لجمالها أو مالها أو حسبها أو نسبها، جائز جدا ومفيش حاجة ما دام الشرع أجاز شيء خلاص الأمر منتهى. تمام. لكن عندنا أسباب مرفوضة وقلنا عليها، وقلنا إنه ما تنفعش إن هو مثلا يتزوج علشان الأهل عايزين يجوزوه عشان شرط الميراث مثلا. أيوة. أو إن هو يكون بيتزوج لأن أمه ماتت فمستعجل عايز حد عايز بديل لأمه. أيوة. أو إن هو يكون كل هدفه مادي إن إحنا هنفتح شركة سوا فأنا عايز واحدة تساعدني. أيوة. وخلاص على كده من غير ما أفكر في بقية الضوابط. تمام. نفس الكلام بنقوله للبنت، احنا بنقول ان انت كمان بتبني البيت مع فوارق، ان الراجل هو عمود البيت، يعني هو الاساس اللي بيحط القاعده الاساسيه. تمام. يعني لو الراجل باعتباره القوام فهو اللي بيقول انا عايز الزوجه دي صالحه هتصلح تكون ام لاولادي، هي اللي هتعمل كذا وكذا وكذا. بالاضافه لنقطه مهمه جدا ان الراجل هو الطالب وليس المطلوب، يعني ده الاصل، ان هو اللي بيتقدم هو اللي هيتقدم ويجي هو الطالب. وليس المطلوب، يعني مش هو اللي بتجيله الخدمه. فانا قصدي حضرتك تقولي برضو ان مش عارفه كان ده قصدي حضرتك، اذا كان يعني هي هتبقى اختياراتها محدوده في حدود اللي طبعًا متقدم لها. طبعا غيره هو هو بيبقى البنيه الاساسيه ليه هو ان هو بيقرر شيء معين وبيروح. فكانه بالظبط كده راح لصاحب الارض وقال له انا عايز اشتري الارض دي، فصاحب الارض قال له لا، واختلف في فلوس اختلف في اي حاجه، فما ياخدها يا ما خدهاش، لكن هو في ايده 100,000 ارض. أيوة. يقدر يختار منها قدامه اختيارات اكتر مني. لكن البنت وضعها مختلف. البنت اولا بتكون في الاصل يعني ان هي منتظره انه يتقدم لها شاب. حتى لو اعجبت بحد الاصل ان هي يعني مش هينفع تقول له غالبا هتقول. يعني تمام. لكن اللي بيحصل ان هي منتظره يتقدم مثلا ليها شاب واثنين وثلاثه وعشره. فلازم تبقى هي عارفه تختار ازاي، لانها بتحتار يعني. الرجاله فاكره ان هم اللي بيختاروا على الجمال بس مش عارف ايه، لا مفيش الكلام ده. البنت ممكن تبقى محتاره ما بين اتنين كويسين، واحد شكله مثلا مش عاجبها، حتى الشكل يعني. أيوة. مش عاجبها، واحد شكله عاجبها، وواحد مرتاح له وواحد مش مرتاح له. هسالك بقى بلسان حال البنات، اتقدم لي اتنين
والاتنين مش مناسبين. تمام. وسني خلاص يعني برضو انا سني طب بصي خلينا بقى ايه قبل ما اجاوب حضرتك على النقطه دي، احنا برضو هنقول الاسباب المرفوضه للبنت. تمام. يعني في بنت، البنت ليها اسباب مرفوضه للزواج، لا لا يجب ان هي توافق تسرع في الزواج بالاسباب دي. أيوة. وقلنا ان مرفوضه مش مقصود بيها ان هي محرمه، هي مش حرام يعني، مش كويس ان انا اوافق في الوضع، هي مرفوضة لكن مش حرام لانها خطر. أيوة. مؤشر خطر. أيوة. بدايه. أيوة. انا كده بادئه بدايه. أيوة. خطر. طيب ناجل السؤال شويه لكن هنقوله. تمام. فاحنا دلوقتي بنقول ان هي هتحط الاول الاسس. تمام. نيجي في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم برضو لاختيار المراه للرجل الصالح، ان هي ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه. تمام. فزوجوه. طيب نقف عندها دي عشان الشباب بقى بتمسك فيها وتقول لك بلا مهر بلا بتاع، ما انا عندي دين وعندي خلق وانتم متشبسين وبتطيروني عشان الفلوس. لا، مش معنى حديث النبي ان احنا هنلغي التكافؤ وهنلغي الماديات ما فيش الغاء. انا عندي قاعده اساسيه في كل شيء، ان انا الضابط عندي ضابط شرعي، ان انا اختار الصالح، اختار الايه المتدين، اختار اللي عنده اخلاق. ايوه أيوه. تمام. تمام. طب جالي الاثنين، يجوز اقول لا يجوز اقول لا. يعني جالي ان هو متدين جدا واخلاق جدا، بس انا مش عايزه، مش عاجبني، مش مرتاحه. حضرتك قلتي مره ده متقيل اي حاجه يعني. أيوه. مفيش توافق. مفيش توافق. تمام. بلاش. جالي ومحترم وطيب. يعني في ناس كانت بتيجي تقول لك والله كذا كذا، والله انت كلية عريس لقطه. ممتاز. بس مش ليه. سبحان الله. لازم تتقال ليه بقى؟ هقول لك ليه. ابسط حاجه، يعني هو ممكن تكون بيته لا يكافئ المستوى المعيشي بتاعها. ممكن يبقى هو مناسب جدا ورائع لغيرها، يبقى بالنسبه لناس ثانيه تقول لها اصحابها بقى والكلام بقى، انت عارفه القصص دي. ده ما فيش زيه وده ممتاز. طب هو بالنسبه لها كده لكن بالنسبه لك مش كده. صحيح. فالمواضيع دي خطيره يعني. أيوه. خطيره جدا. ما فيش حاجه اسمها قلنا متبطره عن نعمه. لا، ارفضي براحتك يعني. طالما احنا قلنا التبطر في حاله واحده، لو انت حاسه انك انت عندك غرور كده نفسي، لو انت رافضه غرور حاسه ان انت حاجه مختلفه وطمعانه بقى انك يجي لك الاحسن احسن احسن. فدي قضيه. لكن انك انت تختاري او ترفضي اي واحد براحتك خالص لغايه ما يجي الشخص المناسب اللي تكوني مرتاحه. ولو ما جاش ما فيش مشاكل. مش للدرجات يا دكتور. لا للدرجات. لو ما جاش كمان رايك كده، رايك احسن ما يجي يعني وتتطلق؟ طبعا مش احسن ما تتطلق وتبقى ام العيال وشغلانه. لا معلش، وجهه نظر. انا عندي اقتراح صغير، تتزوجي وتعيش عيشه كريمه. يا معلش، انت خليكي كرامتك في بيت اهلك. صحيح. ما تجيش واحد يهينها ولا يبهدلها. بس في نقطه، في نقاط مهمه بقى هنتكلم فيها. امبارح قلنا ان السبب الرئيسي للشاب العفه. تمام. هل البنت ما عندهاش نفس السبب؟ عندها نفس السبب، لانه الاساس الزواج هو العفه. تمام. عندنا نقول لها نفس الجزئيه يعني. لازم كل واحد فيهم يبقى عارف النقطه دي، لو هو عنده ضعيفه يبقى لازم يقدم تنازلات. يعني البنت قلنا ما بيجيلهاش غير 5-6 مثلا. أيوة. 10. أيوة. 20. اوكي. أيوة. بس اخرك 20، الراجل لو ماشي في الشارع ممكن يعدي عليهم كلهم يخطبهم يعني. أيوة. يدخل على كل اختياراته اوسع مني. براحته. فانا النهارده عندي 10، عندي 20 واحد وبيجولي. لكن انا محتاجه للجانب العفه بشكل كبير. اقعد بقى استنى ايه؟ استنى امشي في الغلط؟ ما امشيش بقى هنا في الحرام، هنا ابتدي لا ابتدي اوازن بقى. طب انا محتاجه الزواج. ومحتاجه مثلا يعني مركز عالي. ومحتاجه مثلا يكون عنده شقه كويسه، ومحتاجه يكون مش عارفه يسفرني فين، ايا كان بقى. تمام. فلما جالي حاجات، جالي والله مركز وجالي كذا بس مش هيسفرني، او جالي كذا وكذا بس ممكن في حاجات معينه تنازل فيها. بس مش اساسيات. مش اساسيات. أيوة. مش ثواب. ما احنا مش هنتكلم. لا، مش هنتكلم في الدين. خلق. لا، مش هنتكلم في الدين والخلق. تمام. تمام. يبقى انا هنا لازم اقدم نوع من التنازل بناء على حتى معرفتي حتى يعني مرايتي. في مرايتي انا عارفه في مرايتي الحقيقه ان انا عندي رقم واحد ايه. معلش اتنازل. وحتى لو انا مش مرتاحه. لا ولا مش مرتاحه. ده موضوع تاني خالص. لا لا. عشان حضرتك دايما تقولي موضوع الراحه ده. ايوه. ما بقولش مش مرتاحه، بس انا اعرف مثلا بنات عشان المثال يبقى واضح يعني. هي ده نمط شخصيه برضو. اللي هي عايزه كل حاجه يعني تبقى فول مارك. معظمهم كده. عايزه فول مارك. فبالنسبه لها يبقى الراجل ما شاء الله 9 من 10، وهي عايزه 10 من 10. تبتدي تقول لك كذا كذا. هي بتبقى مشكلتها ايه؟ هي بتقول لك لا ما انا حطيت نفسي قدام المرايه وعارفه ان انا ما بحبش. طب ما كلنا ما بنحبش العصر. كلنا مش هنحب الفقير. كلنا صحيح. ممكن كلنا نرفض نفس اللي انت رافضاه، لكن هي الفكره ان لازم تكوني واقعيه. انت قدامك اختيارين في اللحظه دي. ايوه. انك عايشه في بيت اهلك مرتاحه، لا هتلاقيها تعبانه جدا ومخنوقه من اللي اعتبروها عنست وفي مشاكل مع امها واخواتها. ايوه.
ونفسها هيبقى لها بيت وتستقل، وهتتجنن وبتشوف الاطفال نفسها تجيب حته تعيل قبل ما تكبر في السن وما تخلفش، ومع ذلك متربسه على على الصفات اللي هي عايزاها، وخلاص يبقى صاحبه اختيار برضو، ما عنديش مشكله برضو في ان هي تقرر القرار بس تتحمل النتائج. ايوه هي المسؤوله عن اختياراتها وعن نتائج اختيارها. لان هيجي في وقت الدنيا هتنفض من حولك، واخواتك كلهم متجوزين مشغولين بعيالهم، وامك وابوك يمسرهم يموتوا، وانت هتعيشي لوحدك. ده لو كان لك يعني كان لنا عمر كلنا. أيوه. احنا بنتكلم على الوضع النورمال يعني. أيوه. فانت صاحبه القرار، عندك استعداد؟ انت تحبي الوحده؟ مش هتتعبي منها في بعد؟ يعني ايه اللي يخليني اقدم تنازل؟ يعني ترجع للمرايه وتشوف هي شخصيتها تنازل. ايه وهتستحمل ايه وهتعرف تتنازل او لا؟ والتنازل يتبني على اشياء معينه. ايوه تكون صريحه مع نفسك. يا اما اتنازل باني لا اقبل ولا راجل مقابل راحتي وانا راحتي في الوحده، يا اما اتنازل واقبل راجل نص صفات اللي انا عايزاها او ثلاث ارباعها مقابل ان انا مش عايزه اعيش لوحدي مثلا. مثلا يعني. يعني القرار في الاول وفي الاخر قرارها، بس تاخده بتاني. تاخده بتاني. طيب في اسباب زي ما حضرتك امبارح قلتي مرفوضة. بالنسبه اسباب مرفوضه للشاب طبعا. في اسباب مرفوضه للبنت طبعا زي كتير وصل من الشاب زي اول حاجه واشهر حاجه حلم الفستان والزفه. ما يكونش ده الهدف قصدي حضرتك. هو بيبقى كده عند بنات كتير تروح تحضر خطوبه اصحابها من اول ثانوي. هي مستنيه تلبس الفستان وعماله بقى تفكر، طب انا يوم الفرح اعمل ايه يا ماما؟ البس ده ولا اجيب ده؟ وهي لسه لا اتخطبتش ولا جالها عرسان ولا حاجه. أيوه. بس هي تبتدي تقول لك ايه؟ انا في فرحي هلبس ده، انا هعمل فرح زي صاحبتي فلانه. وكان الزواج كله هو الليله هو الليله دي، ومش بيفكروا في اللي بعد كده خالص. ايوه. ودي بتبقى غالبا واحده طايشه وما عندهاش تفكير وبتبقى طيبه وكل حاجه، بس دي لو خدت هدر بتاخده جامد قوي. فبننصحها اوعي ان شاء الله ربنا يرزقك يعني. لما يجي لك حد كويس اقعدي فكري بعقل، والليله دي هتيجي يعني. هتيجي صح برافو. يعني هتيجي في ساعتها بقى لما تحصل وانت سعيده بحد كويس ومناسب. انزلي بقى نقي احلى فستان واعملي احلى ليله وهيصي براحتك يعني. صحيح صحيح. لكن ما يبقاش ده الهدف عماله تحلم بيه وبس. يعني اول سبب ان ما يكونش حلمها انها تلبس الفستان الابيض، ده اول سبب مرفوض. اسباب تاني طبعا كتير. اخلص من بيت العيله. ماما بقى بتصحيني بدري وانا نفسي انام للظهر، وبعدين ما مش سايباني براحتي، ونفسي اخرج اتفسح ووهمي ان انا العريس ده اللي هيسفرني وهو ده اللي هيوديني، وهبقى بيتي بقى براحتي كانها هتسيب البيت يضرب يقلب مفيش مشاكل. حلم ان انا مشاكل بابا وماما طبعا، ده اكتر ناس بتهرب من هروب. ايوه من هروب من من المشكلات. وكانها هتروح الجنه. ايوه طب ما هو لو الراجل اسات الاختيار هيبقى اسوأ من ابوك. اكيد اكيد هيبقى اسوأ من ابوك واسوأ مش اكيد عشان حاجه يعني، هو حتى لو احسن من ابوها بس هو هيبقى اسوأ لسبب ان هو اصبح كانه اولا هي ممكن بتعرفش تطلق الراجل في ايده عقده النكاح، يقدر لو ما عجبتوش طلعت العروسه مقلب هيقول لها انت طالق وما فيش مش بيطلق بس لكن مش هي مش هتطلق بسهوله. ولو حبرت من اول شهر هتبقى هتضطر تكمل كمان، ولو ما اضطرتش هتخرج حامل وهترجع لبيت ابوها اللي هي اصلا خرجت تجري. العواقب وخيمه يعني قصدي حاجه كتير جدا يعني. حتى لو حتى لو قلبها جامد وطلقت من اول اسبوع هتقعد في بيت ابوها اللي هي كانت بتجري منه وهترجع له تاني، بس هترجع له أسوأ. هترجع له هي مطلقه ومعاها طفل ومنكسره اكتر يعني حاجات كتير كتير جدا. طب انا بقى ممكن لا لسه ما خلصتش. طب في اسباب كتير. لا قولي. اسباب خطيره يعني اصلها خطيره. الحب. وهم الحب. الله يكرمك. وهم الحب انه ده انا بحبه واي حاجه مش هعيش من غيره ومش هعيش من غيره. ودي بقى حطي عليها تحتها مليون خط للبنات. بيعميهم بقى عن حاجات اساسيه. طبعا الاستوديو كله رجاله وانا وانت وحدنا يعني المهم ما حدش استنانا بره. طيب خلوني اقول كلمتين بجد يعني مع احترامي لكل الرجال. تمام. الراجل بيصطاد في الحاجات دي، مش كل الرجال، انا بتكلم عن الراجل اللي هو ايه بعض. بعضهم اغلبهم او اللي بيركز على حته معينه. أيوه. وبيعرف يلعب على وتر البنت لما بينشن. احنا قلنا هو اللي بيختار فبيبقى منشن بقى هو كده منشن على الهدف الحته الناقصه عندها او الحته اللي هي عايزاها. هو بيرمي بقى الايه التعم. تمام. التعم ده لو هو صادق يبقى اهلا بيه. يعني لو انت بتفهم المراه علشان انت فعلا عايز زواج صالح وعايز ترضيها وعايز تسعدها وكذا وكذا، خلاص خيرا يبقى خير الحمد لله. طبعا اكيد خير. لكن تمام. لو انت بتعمل ده لمجرد انه انت بتصطادها بس علشان ترضى بيك وبعد كده بقى بتشوف هي الوش التاني بتبقى ازمه كبيره. فانا بقول للبنات بعد اذنكم ما تنخدعيش بوهم الحب.
الحب احنا اتكلمنا حلقه كامله عن الثقه في الحب، وقلنا ان الحب مش مجرد مشاعر اعجاب، مش مجرد واحد دمه خفيف وعمال يغازلني بكلمتين وعارف يعني يشغلني. ايوه. واحذري بقى من انشغال الفيسبوك، يعني ده قصه تانية الفيسبوك ده. يعني بصي من الاخر كده، اللي يدخل لك من الشباك احذفي منه. بجد على طول كده يعني. أيوة. هو يدخل من الباب، من الباب يدخل البيوت من دخل من الباب. اهلا بيه، نبتدي نشوفه ونتكلم معاه وندخل بقى على الخطوه الثانيه اللي هي ايه، اللي هي نكمل ازاي يعني. تمام. لكن دخل من الشباك على طول، اعرفي ان حطي احتمال بنسبه سيء الظن فيه. ايوه. ايوه ده لغايه جائز. لغايه ما يثبت العكس. ده جائز بقى، لغايه ما يثبت العكس ده جائز. تمام. بقى. حتى تمام. لو محضره. ايوه. سيء الظن وتعاملي معاه لانه راجل داخل يعاكس. حتى لو داخل يقول لك قران. انا بقول لك اهو داخل يقول لك القران، ممكن داخل يكون ده مدخل ليه يعني. طبعا مدخل درسك على الفيس ولاكي. أيوة. متدينه ولا بتحطي ايتين وثلاثه؟ قال لك هدخل ارملها ايه. أيوة. وخلاص. أيوة. على كده. ايوه صح. فبعد اذنكم اللي داخل لك من الشباك احذفي منه حتى لو. تمام. هيموت يعني مفيش مشاكل. طيب تمام. دي طبعا من ضمن الحاجات، الاسباب المرفوضه. المشكله بقى كمان بقى المفاجآت كتير يعني. ان هي مثلا عايزه تغيظ خطيبها الاولاني او حبيبها لما لقيته اتجوز واحده عندي بقى واخداه عندي يعني. وفي رجاله بتعمل كده. انا ما ذكرتهاش في الرجاله قوي لانها مش منتشره. يعني البنات اكتر عندهم الحته دي اكتر، عشان الراجل صعب لو تعلق بواحده ان هو يعرف يغيظ ويتجوز غيرها. يعني الموضوع مش سهل قوي. لكن مع البنت سهل. اسهل بكتير. تمام. فبتبقى يعني هي كانها بتضربه بان انا اتجوزت احسن منك. بيقول لك ده اعتراف ان قلب الراجل اقوى واجمد. طبعا هو ده حاجه على فكره. ده لازم يكون يعني، ده لازم يكون. انا لو لقيت راجل ضعيف. أيوة. يعني انا اسفه، احس بامان معاه ازاي؟ صحيح. هجوزه ليه يعني؟ صحيح. انا عايزه سند. احنا صحيح. احنا الراجل لما بنقول هو اللي بيبني بيحط العمدان الاساسيه والصلب. المراه جانب الرحمه وجانب الحنان وجانب الرقه وجانب كذا، قوتها في حاجه تانية. هي اقوى منك في حاجه تانية، في حاجه تانية. في الحمل والحاجات اللي انت ما تقدرش تتحملها، وقوتها. أيوة. في انوثتها كمان فيها قوه برضه. ايوه صحيح. تمام. فالنهارده حضرتك لما هي بترجع تبقى عايزه تغيظ، كانت واحد بتحبه فلقيته خطب فجالها عريس فقالت له موافقه، او واحد اتقدم لها فسابها. اول ما يجي واحد تقول له اهو انا ما قعدتش اسبوع واتخطبت عند. طب انت عندي مين؟ نفسها. او على حساب مين؟ على حسابك انت. ايوه صح. فاحذري الحاجات دي كلها. وبرده نصيحه عامه للرجل والبنت في الموقف ده. اي حد قلبه متعلق بحد، نصيحتي يعني لازم ياخد فتره نقاهه قبل ما ينتقل لخطوه ثانيه. يعني يتاكد انه نسيها، نسي الطرف الاخر قبل ما يخش في علاقه ثانيه. قبل ما يخش في علاقه ثانيه ما ينسيش حد بحد. أيوة. وما يشغلش نفسه بحد يعني. أيوة. لازم يتاكد ان هو يشوف ايه تماما. من جرح هو. طيب. موجود فيه الصدمات. تمام. العاطفيه برضو اتكلمنا فيها. تمام. يعالج الصدمه العاطفيه كويس وبعدين يدخل على الجديده بقى بايه؟ بقلب نظيف. نقف بقى عند الحاجات المرفوضه ونرجع على حاجه ثانيه تكون ان شاء الله مش مرفوضه. ان شاء الله. طب نطلع فاصل ونرجع تاني، مستنيينكم. تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا. من ايه طيب؟ من كل حاجة. هو في ايه يفرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل، حتى الفلوس مش بتكفي. طيب اهدى بس وسيبها على الله. خلاص انا تعبت، الواحد ينتحر ويخلص، ده الحل الوحيد. سيبني انا مش عاوز اتكلم مع حد. لا طيب استنى هقولك على حاجة. انت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس، الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري اسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا لا استنى بس، انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة. يا سلام، ببساطة كده؟ ايوه. انت خسران ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني. اصل عمر الانتحار ما كان الحل. الأكاديمية الدولية لتطوير الذات، اختلافك سر تميزك. We'll be right back.
اهلا بيكم مره تانية، ولسه منورانا الدكتوره جيهان حسين. طب يا دكتوره، دلوقتي نقدر نقول ان صعب البنت تلاقي شاب مناسب؟ هي صعب، احنا قلنا ان الشاب برضو صعب يلاقي بنت. ايوه حضرتك قلتي كده في حلقه الشباب، تمام. لكن البنت امرها سهل زي ما قلت لك، هي اللي بيجي لها محدود بتختار فيه. ايوه، حته ان البنات بقت جريئه وبتتعامل بره وعماله تفكر فيهم كانهم هيولها، ممكن يكونوا بيتسلوا يعني. احنا الواقع بالنسبه لنا انه اللي جاي هو ده اللي نفكر فيه. صحيح، هو ده اللي نختار فيه. اللي جاي ده بقى في النهايه يعني فكره ان انا هدرسه في انه كويس ولا وحش هيبقى اسهل من الراجل. الموضوع هيبقى انا اسهل من الراجل، لان انا اللي داخلين بيتي محدودين. ايوه، اللي داخلين صح محدودين. أيوه، مهما كانوا كتير محدودين، لو كانوا 50 راجل بس هم محدودين في النهايه. لكن الراجل لا، الراجل بيبقى ماشي محتار يعني، بيقابلوا ناس في شغله، بيقابلوا ناس في كليته، بيقابلوا ناس في الشارع، بيقابلوا ناس في النادي، بيقابلوا ناس في كل حته. ويقعد يفكر في دي ودي ودي والكلام ده كله، ويبقى مش عارف يقدم ازاي على الخطوه. لكن البنت لا، البنت عمرها اضيق. ايوه، الاختيارات اقل. وسهل تدرس لان داخل البيت. ايوه يعني اولا لا، ووالدها ممكن يسال عليه، ممكن اخوها يسال عليه، في حاجات تانية كتير ممكن والله تحصل. والله ساعات الاهل بيبقوا سذج برضو وبيغرقوا البنات، بس يعني الفكره مش كده. انا اللي انا عايزه اقوله ان في النهايه هو بيبقى جه اولا ثبتت حسن النيه، غير اللي في الشارع بره. اللي في الشارع بره بيكلمني ابقى في حيره، هو معجب وعايزني ولا انا مش عايزني اصلا، وانا بالنسبه له زي اخته ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. فالموضوع بالنسبه لهم بيبقى عيني بتكلمني يعني. انا بيجي لي بنات ده وهم، ده يعتبر وهم، لان لما تخيل ان ده عايزني او ده عايزني ده وهم برضه. في حاجتين يعني، في حاجتين، في جزء وهم وجزء حقيقه. في برضه رجاله بتلعب لعبه جامده يعني، اللي هي تديك الحته اللي هي بصي ما توصلكيش ان هي عايز يتجوز، بس هو يحسسها تماما انه عايز يتجوز، اللي هو بيعلقها بيه بس لغايه ما يشوف هو هي انسب واحده ولا لا. الأسوأ يعني، انا جات لي بنات الأسوأ بقى، بيقول لك واحد زميلها مثلا في الشغل اللي ما كانتش ولا شايفاه اساسا ولا عينها عليه يعني ولا يلفت نظرها، ودخل ويتقدم وشغلها ودخل بيت يعني رسمي يعني، دخل على البيت على طول. ايوه، وعلقها بيه جدا وابتدت تميل ليه. وبعدين بمنتهى الاستهتار سابها يعني، بغض النظر ان هو حقه الشرعي انه ممكن يكون بعد ما دخل البيت ما ارتاحش لاي سبب. بس اقصد انت شغلت ليه؟ ما تدخل داخله بقى محترمه من غير هو بقى تبريره يقول لك انا ما حسيتهاش لما قربت منها او اتخطبت لها ما حبيتهاش. بصي، تبرير حاجه والسبب ده حرام حاجة كمان، لان في نوايا. لو انا ايوه صح، بصي في فرق ان ربنا قدر لي ان اتجرح علشان الراجل ده كان نيته كويسه وماشي في الطريق بيكمل ونيته زواج للنهايه وتغيرت الامور في لحظه، ده امره ربنا اعلم بيه ويبقى قدر ان انا اتجرحت منه. لكن لو هو داخل من البدايه بيجرب طب ما تلعبش بقى على المشاعر يعني، عايز كنترول بقى، عمالين انت بتظلمي الرجاله وانت ضد الرجاله. لا مش ضد الرجاله والله. لا والله، لا احنا يعني حضرتك عملتي حلقه كامله امبارح للشباب. لا لا، انا قلنا كل حاجه. لا والله، في رجاله محترمين جدا ومؤدبين جدا. وانا امبارح كلمتك في النقطه دي وقلت لك ده بالعكس، انا امبارح كنت ضد البنات. اكيد الفريق اللي بره ما سمعش. انا اكيد ما سمعش امبارح. شوفوا الحلقه بقى على اليوتيوب واسمعوا. احنا كنا، لا انت امبارح كنت فعلا مع الشباب. كنت مع الشباب فعلا، البنت الملاوعه والبنت الصايعه والبنت اللي بتشاغل الراجل وبتظلمه وبتفتنه والكلام ده كله. لكن انا بتكلم عشان اكون عينهم، لان البنات بتبقى موقفها صعب يعني. انا بتجيلي بنات، انا والله بيبقى، والله بتبقى عندي وقلبي بيوجعني. انا ممكن بعد ما تنزل اقعد وانا بصلي اقعد ادعي لهم والله العظيم، ربنا يكرمك. والله ببقى قلبي وجعني وهي بتتكلم، هي بتحبه بصدق لمجرد ان هو يعني عشمها في الزواج بس. ايوه، طب يعني وهو يعني الله اعلم هيكمل ولا لا. وطبعا يعني لازم بقى نقول لها طب تقول لك اعمل ايه ومش هعمل ايه. وبعدين لما بتتعلق الشيطان بقى بيدخل، تبقى صعب ان هي تعمل كنترول، وصعب ان هي توقف الاتصالات او الرسائل او الحاجات اللي بتبقى موجوده. أيوة، وبعدين بقى ممكن يسيبها مثلا شهر مثلا يعني، خلاص يقطع ومش عارف ايه والحاجات، ويرجع لها تاني. يا ريت يرجع ببوست اهلا وسهلا يعني، اقول لها طب البوست اللي هو نظام التعشيم يعني، اللي تحسسك انه فاكرني. يعني بوست يعني ده ممكن يبوظ حياتها بالطريقه دي. بوست يعني بقول لك بوست ممكن يبوظ حياتها. والبوست ممكن يكون ديني، ممكن يكون دعاء، ممكن يكون، ممكن تكون مش هي المقصوده بيه اصلا. ممكن يجي رمضان يقول لها كل عام وانت بخير، تتعلق تاني. لا يا حضرتك يا فندم، ما تعيدش على واحده ما لا تحل لك. صحيح، عندك 100 راجل على الفيس، عيد عليه براحتك، وهي تعيد على 100 ست براحتها. تعيد على بنت انت بتحسسها انك بتفكر فيها، مفيش حاجه بقى اسمها بحترمها، اصلها صديقه فيس، اصلها زي اختي، مفيش حاجه اسمها زي. كلمه زي مش موجوده في القران. يا اختك
يا مش اختك، يا مش اختك. أيوة. بنت خالتك والله ما اختك. مادام بنت خالتك ينفع تتزوجها؟ لو بعت البنت خالتك رساله والله بتظن انه هيتجوزها يعني. لا بس دي دي بقى صله رحم وقرابه. ما هي رحم بس في في دلالات. أيوة. ما في فرق بين احنا عيله واخوات. لا ما هو مش هيبعت لها برضو يا دكتوره، مش هيبعت لها قلوب وبتاع، هو هيبعت لها كل سنه وانت طيبه، كل عام وانتم بخير. بصي انا لما هبعت دي قصدك، قصدك تقولي ان في بنات بتتعشم، قصدك تقولي كده؟ طب دي مشكلتها برضو يعني. احنا نعلم بقى البنات؟ لا مش مشكلتها. ازاي؟ هقول لك كلمه صغيره. طب ما دي ممكن تتعشم ودي لا، يبقى العيب فين؟ كلمه صغيره واي راجل من الكنترول يرد عليك. كلمه صغيره. اللي فيكوا راجل يقبل ان واحد يبعت لاخته صباح الخير، يبعت هو لتوب الارض صباح الخير. ما فيهمش راجل هيقبل لو قاعد كده واخته قاعده جنبه ماسكه الموبايل. انه يلاقي واحد من الفيس بيصبح. لا من الفيس ولا عادي يقولي ماشي. لا اشمعنى هي يعني؟ معلش ما انا برده ابن عمي يعني. أيوة. ساب العيلة، ما بيعيدش على العيلة كلها في رمضان وبيعيد عليا انا ليه؟ معلش. لو انت قابل ده اعمله براحتك، اعمله في بنات الناس. ايوه والله ما يعني ما بتلاقيهمش منصفين والله. هم جوه تقريبا هيتجننوا مش عارفه. ماشي يعني ما هروح يعني ولا لا؟ مشكلة فين بصراحة؟ طيب هروح ولا لا؟ مشكلة. طب أنا عايزة أعرف، هي بقى البنت الصالحة ممكن ما تملاش عين الشاب؟ للأسف ممكن يحصل كده. من شدة الفسق والفجور والخلاعة والعري والفساد المنتشر والبنات اهو عشان تنبسطوا شوية. أيوة. والبنات البشعة على الفيس من الميك اب السخيف اقول ايه يعني، والحاجات اللي عمالة تتعمل بكل معانيها بابتذال، خلت الراجل يبقى متهيأ له ان المحترمه دي مش هيعرف يعيش ويتزوج معاها. وانا قلت لك الكلام ده. تمام. فبالتالي هي عيني بتبقى يعني تعبانه يعني. هي ممكن تكون حجابها محترم وكل حاجه، تقول لك طب انا لازم اثبت له ازاي يعني ان انا ممكن في بيتي بلبس وبعمل كل حاجه، بس انا مش هينفع حد يشوف ده الا الزوج اللي انا هتزوجه فقط. فالموضوع خطير. طب هم دلوقتي بيقولوا لي بالعكس يعني مش بيقولوا لي ان الشاب بيبقى عايز واحده. كنا عايزينهم امبارح. طب طيب انا على حتى ان هو بيبقى عايز البنت. والله الموضوع مهم. بيقول ان انا عايز بنت محترمه. طب هل المحترمه دي هتملى عينه بكل الحاجات اللي حضرتك قلتي عليها على الفيسبوك؟ طبعا هتملى عينه. طبعا 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 يعني. بصي هقول لكم على حاجه، نصيحه للشباب وللبنات. ربنا سبحانه وتعالى لما امر بغض البصر، ايوه، كان من فضل غض البصر ايه؟ انك تتمتع بالحلال. ايوه. هو المشكله يبقى برضو المشكله هتبتدي من عندهم، الحل من عنده هو. لا لو من عند الست. أيوة. يعني هي كمان لو ما بصتش لكل راجل مش هت يعني ربنا سبحانه وتعالى هيمتعها بالحلال وهو هيمتعك بالحلال. لكن انت المشكله انت بتعاقب بالنظر للمحرمات بانك ما بتجدش في الحلال طعم، مش هتستمتع كمان بالحلال. هقول لك على حاجه كان سريعه كده يعني. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد في الاسراء والمعراج والكلام ده كله، وشاف بقى حالات اهل الجنه ينعمون واهل النار يعذبون والجنه بتبنى والكلام ده كله، فكان من ضمنهم واحد بيعذب في النار. فقدامه طبقين، طبق يعني فيه نار وقاذورات ويعني طعام غص يعني. أيوة. حاجه بشعه. أيوة. وطعام طيب. فسيب ده وعمال ياكل في ده. فسال جبريل يعني قال له ايه ده يعني، في حد يسيب الطيب؟ قال له هكذا اللي بيبقى معاه زوجه في الحلال ويروح للحرام. هو هيكون ده عقاب، وتخيلي يبقى قدامه الحلال الطيب مش هيتمتع شايفه ولا بيتمتع بال مش عارف يتمتع بيه. انت بكامل ارادتك اللي في ايدك ربنا اولا يبارك لك ويرزقك على قدر تقواك يعني. على قد ما انا اتقيت الله في اني ما انظرش للحرام، واني يا رب ارزقني الزوجه الصالحه اللي تعيني على امر دنيا، لان الزوجه لما هتكون صالحه وهتمتعه وهو يكون صالح ويمتعها، ده الدنيا وما فيها بقت ده في كل حاجه. لا وبقت في قوه. أيوة بقى طبعا للفتن. طبعا طبعا. ولا بقى يغريني 100 ست ماشيه جنبي لو كانوا عاريات، ولا يغريني 100 راجل لو متاع الدنيا الزوجه الصالحه. طبعا. ولو 100 راجل فضل بقى يشغلني وما يشغلنيش طالما انا. يبقى احنا لازم كلنا كده يعني، ولاد وبنات نرجع لله، اهم حاجه نرجع لله. انا كل حلقه بعمل كده. كل حاجه نرجع لله. هي كده هو المعين يعني. هو المعين. والله التقوى دي اهم حاجه ان احنا نتقي الله. طب انا بقى كأم ممكن اهيئ بنتي للزواج ازاي؟ اهيئها بقى بكل المقاييس. اوعي تكوني معقده وما تخليهاش تلبس وتقولي دي لا تطلع قلة الادب.
لبسيها في البيت، وديها للكوافير، علميها تتزين، يعني علميها، بس عرفيها ان ده في البيت وان ده كل راجل واحد بس، فتتعلم. علشان السؤال بقى اللي جالك في الكنترول دلوقتي، ان هو لما يجي يتقدم ليها ويلاقيها محترمه، يعرف ان هي في البيت هتتزين له وتبقى زي اللي شايفهم، واحسن والف مره، لا يكفي انها محترمه وهتصون بيته وحاله. ايوه فاهم قصدي. بس هي دورها دورين، يعني جزئيتين. الجزء الاول ان هي تعرفها واجب الزوجه وحقوق الزوج وطاعه الزوج والضوابط كلها الحق، والجزء الثاني اللي هو ازاي تتزين للزوج وتمتعه وازاي ترضيه وازاي تعمل كل الكلام ده. يبقى انا النهارده انا عملت بنت زي الفل بصراحه، اسستها صح خلاص كده، ما فيش اي حاجه بقى. اقدر بقى من وهي صغيره اعلمها تختار صح؟ اه طبعا انا هاسسها اوكي صح، وهعلمها تلبس وهعلمها عموما الاختيار عموما ممكن نعمل لك حلقه بقى في اتخاذات القرار والحاجات دي كلها، لان دي بعيده بقى عن الجزء ده. كمبدا عام ان انا اربي ولادي ازاي يتخذوا القرار سواء ولد او بنت، يبدا من الطفوله على فكره، من وهم 3 4 سنين اتخاذ القرار في اي حاجه بقى، اي حاجه، أي حاجة. انا اشتري لها فستان. ايوه طيب ايه، طبيعي جدا لو انت خدتي البنت محل، اولا ممكن تنقي فستان اي كلام ذوقه مش عاجبك لمجرد انه الوان مبهجه مثلا، ممكن تختار فستان غالي جدا وانت معكيش فلوسه، يعني ممكن اي حاجه، والولد نفس الكلام. تمام. انت ببساطه شديده جدا انت عارفه جيبك فيه كام، وعارفه ذوقك امكانياتي وذوقك وبيئتك. أيوة. ارجعي البيئه. أيوة. انا عايزه البس بنتي ليميت معين، ما انا مش هخليها تجيب حاجه مثلا مش من مستواها، مش متناسبه معايا. مش أيوة. متناسبه معانا خالص. تمام. فانا هروح المحل اللي انا عايزه اروحه، واللي انا عارفه انه فيه مستويات عامله ازاي، اللي انا عايزاها، وعارفه جيبي فيه كام، وببص كده بذكاء الام، بتفرج على الحاجه بشوف اسعارها ايه، او ماشي يبقى انا عندي 3 4 فساتين في الرينج بتاعي. يعني قصدك احدد لها الاختيارات. وابتدي اقول لها ايه رايك، ده ولا ده ولا ده ولا ده، تقول لك ده، لا 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 اسمعي الكلام وكذا وكذا، وابتدي اقول لها طب اختاري. هنا بتبتدي تتعلم الاختيار في حدود الذوق بتاعك انت اللي بتنشئيها عليه. ايوه يعني انت خليتي عينها تحب ذوقك، يعني تتربى بيئتك. أيوه. مش تطلع ببيئه ثانيه، او مش انت حره زي الجيل كتير قوي حبوا يعلموا الاولاد، سيبوها هي حره، دي طفله تنقي. وانت في الحاله دي قدامك اختيارين، يا انت حره وتلبس بقى اللي هي عايزاه، يا تصممي على رايك، ما هم اللي دلوقتي وتلبسيها اللي انت عايزاه الجديد دلوقتي، وبيحاول يعلم التربيه على الحريه. أيوه. ربى غلط برضه. ما هو برضو الواحد بيحتار برضو يا دكتوره بقى، يتطول على الام كمان، يعني اوقات اقول ده مش عاجبني وهاتيه وانت حره، واوقات اصمم لا انا مش عاجبني ده انا عايزه ده، وفي الحالتين هتبقى مش مبسوطه. ايوه لا انا عايزه يبقى اسلوب اقناع في نفس الوقت، ان انا احدد لها الاختيارات. ده من البدايه. طب ده مش تسلط؟ لا ده من البدايه، لما توصل بقى لمرحله مثلا ثانوي، ابتدت بقى تفهم في الذوق، تلاقيها راجعه لك بطرحه، مره سيئه جدا، مره بلوزه بشعه، مره حاجه جميله جدا. ايوه هتبتدي انت تثني بقى عليها، بس مش بالنقد، اتفقنا عشان ما نهدش الثقه، بس نبتدي نقول لها ايه يعني يا بنتي دي كانت احسن، او ده الخامات كان احسن، ما بيفهموش في الخامات. انا فرحانه قوي لقيت بلوزه ب 10 جنيه مثلا، يعني يا حبيبتي ما هو دي خامه يعني. فما بيبقوش لسه فاهمين، بعد كده بنوضح. بعد كده بتلاقيهم هم والله اللي بيعلمونا الذوق، وهم اللي بيلبسونا، وهم اللي بيقولوا لنا ما تحطيش كذا وتحطي كذا، احسن مننا. دي حقيقه، احسن مننا دي حقيقه. وبتبتدي تكوني عندها فكره ان هي بقى تعملي ايه بقى. دي نصيحه للكل يعني. اللي هي في المرحله بقى اللي هي من اول ثانوي مثلا، طالما وثقتي انك انت علمتيها تنقي يعني. تمام. ابتدي لبس العيد الاب او الام، وعاملين برضو ميزانيه للعيد. خلاص المبلغ ده للبس العيد، انزلي بقى جيبي اللي انت عايزاه. قصدك ابعتها هي تنزل تجيب على اساس تتعلم، انزلي معاها بس عرفيها رنجها. هنا بقى هي كبرت وعرفت ظروفها الماديه، ما ينفعش تحرجها. انا كده بعلمها القرار طبعا والاختيار، وبتعلميها النظام، بتعلميها ما تبقاش مبذره، حتى لو انت معاكي فلوس مش هرضيها في كل حاجه. انا عارفه هي الاول وهي صغيره، هي مش فاهمه سعر الحاجه ايه، لكن كبرت واحنا في البيت بقينا عارفين ظروفنا ايه. ببساطه شديده جدا، بصي يا حبيبتي انت واختك كل واحده، او انت واخوكي كل واحد فيكم ليه كذا، لو عايز بالمبلغ ده كله، يعني ممكن تبقي مديله 1000 جنيه يقول لك انا هجيب بيها جزمه، هجيب قطعه، هو حر براحته. بس كده انت هتعيد بالشوز بس. ايوه مش هتضعفي ولا تجيبي قميص ولا تجيبي بنطلون ولا الكلام ده كله. هي دي امكانياتي، مش بس امكانياتي، عشان يتعلم برضه. انا عايز اعلمه انه يبقى هو عارف ان ده اللي معاه هجيب بيه 10 قطع ولا قطعه. ايوه يبقى برضه هو صاحب القرار. يبقى صاحب القرار. تمام. طيب بالنسبه بقى لفرق السن، هسأل حضرتك السؤال بس هنجاوب بعد الفاصل. فرق السن، لو جه عريس اكبر بكتير او اصغر بكتير؟ لا مش بكتير، في بكتير برضه. بكتير ماشي. يبقى الوضع ايه؟ بس بعد الفاصل. تمام. طب نطلع فاصل ونرجع تاني مستنيين.
تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا. من ايه طيب؟ من كل حاجة. هو في ايه يفرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل، حتى الفلوس مش بتكفي. طيب اهدى بس وسيبها على الله. خلاص انا تعبت، الواحد ينتحر ويخلص، ده الحل الوحيد. سيبني انا مش عاوز اتكلم مع حد. لا طيب استنى هقولك على حاجة، انت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس، الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري اسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا لا استنى بس، انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة. يا سلام، ببساطة كده؟ أيوة، انت خسران ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني. اصل عمر الانتحار ما كان الحل. الأكاديمية الدولية لتطوير الذات، اختلافك سر تميزك. اهلا بيكم مره تانية. وقفنا عند سؤال وطرحناه على الدكتوره. قولي لي بقى يا دكتور، فرق السن. فرق السن، ايوه. طيب هنقول حاجه مهمه جدا. احنا خلينا متفقين جميعا انه كل ما اباحه الشرع انا ما ينفعش اعترض عليه، تمام، نهائي. لان الشرع ما اباح شيء الا هو فيه الخير كله، اكيد، والا كان ربنا قال لك الكبير ده ما يتجوزش الصغير والست الكبيره ما تتجوزش، يعني ما فيش الكلام ده. طيب الضابط فيه برضو ايه؟ في جانب مهم جدا انا عايزه اتكلم فيه، اللي هو الجانب النفسي اللي ما حدش فاهمه. هو ايه اللي بيخلي واحده بتعشق راجل كبير في السن، وواحد بيعشق ست كبيره في السن، ومش والبنت الصغيره دي ولا مالي يعني اساسا؟ الموضوع احنا دلوقتي كانسان لينا احتياجات في كل مراحل عمرنا، من مرحلة مثلا الطفولة ومرحلة المراهقة ومرحلة الكبر وهكذا، كل مرحلة لها احتياجاتها. لو حصل ان حد فينا فقد اي جزء من هذه الاحتياجات بيبحث عنه ولو في اي مرحلة اخرى من العمر. بمعنى ايه؟ طفل ماتت امه، النبي صلى الله عليه وسلم، انا بشوف منظور زواجه من السيدة خديجة والسيدة عائشة، طبعا وتزوج اكتر، يتزوج السيب وتزوج البكر وتزوج الكبيرة والصغيرة والأرملة والمطلقة، لأنه هو زواجه تشريع. هو زواجه تشريع. طيب لو لما نيجي نبص إنه بداية الزواج، أنا ببص من منظور نفسي. قعدت أفكر في الموضوع ده كتير لما لقيت بنات كتير دلوقتي في العصر الحالي، بنات كتير عايز تتجوز راجل كبير والعكس. والراجل بقى يميل للست الكبيرة، شايف البنات بقت تافهة ويقول لك الكبيرة عاقلة. طيب هو الموضوع ما بيبقاش كده بالظبط. احنا كده لو بصينا لمنظور نفسي مش مادي. لا لا لا، مادي ده قصه ثانيه. المادي ده يعني ممكن ياخدها صغيره وغيره، يعني ممكن يبقى كده ممكن يبقى كده، بس حضرتك هتتكلمي في المنظور النفسي. المادي ده تمام. المادي ده بيبقى ليه مظاهر ثانيه معروفه. ايوه تمام، ليه مظاهر تمام. معروفه يعني بيبقى معروف ان هي غنيه قوي، لكن ممكن تلاقي خدها كبيره ومش غنيه. يبقى الموضوع ملوش هو احتياجه كده. ليه بقى؟ لما تقعدي تفكري في الموضوع، لان النبي صلى الله عليه وسلم امه توفت وهو عنده 6 سنين. سبحان الله، احتياجاته ونزول الوحي وتهيئته قبل الوحي كان لابد يكون معاه امرأة كأنها بديل أمه وتبقى زوجة، يعني كمان غير الأم، أفضل من الأم، اللي هي بتدي حنان الزوجة وحنان الأم الاثنين. أيوة تمام، مختلفين تمام. فربنا سبحانه وتعالى هيئه للدعوة بزواجه من السيدة خديجة. أيوة. والسيدة خديجة لما تزوجته صغير ما هي كانت متزوجة وكان يعني كانت مطلقة. كانت مطلقة. طيب هي كانت محتاجة أمين وشاب، لأنه لو كبير كان ممكن ما يعرفش يمسك مالها، يعني لو واحد عجوز أو كذا. فهي كانت محتاجة شاب وصادق وأمين. أيوه. هي التهيئة كلها كانت توقيتها كده. أيوه. ولما بقى تشبع النبي صلى الله عليه وسلم من حنان السيدة خديجة وعاش معاها سنوات طويلة وخد خلاص حنان الأم، تزوج بعد كده إيه؟
البكر. أيوة. لان الفطره هتميله للبكر. أيوة. طبيعي. أيوة. انه يتزوج البنت البكر الصغيره. أيوة. وكان هي اكبر هو منها بكتير. وكان مستمتع معاها وكانوا الاثنين احب زوجته اليه. احب زوجته. ايوه صح. سيده خديجه وسيده عائشه. تمام. سيدة عائشة. تمام. فلما تيجي تحسبي الموضوع هتلاقي من الجانب النفسي. طب لما نطبق ده على الوضع الحالي. اولا الطلاق كتر بكميه مهوله في زاد جدا جدا جدا. طيب. ثانيا لما حصل طلاق ما كانش طلاق اخلاقي. غالبا الراجل بيرمي عياله والست بتفضل شايله العيال لوحدها او الراجل بياخد العيال من. حلو قوي. طلاق اخلاقي دي فعلا. إن لازم الطلاق يكون اخلاقي. طبعا. احنا عايزين نعمل حلقه بعد كده عن الموضوع ده. الطلاق لازم يبقى اخلاقي ده فعلا. لما قال عاشرهن بمعروف. صحيح. او سرحيهن باحسان. يعني لما تسيبها احسن اليها اكتر من المعروف. يعني اكتر. ما كنت عايش معاها. تمام. فالنهارده انفصلوا. الاولاد يا اما اب وام متوفين او حد منهم متوفي يا اما لو عايشين كانهم مش عايشين. يبقى انا عندي فقد لمشاعر الابوه او الامومه في مرحله ما. ممكن اكون فقدتها في الطفوله، ممكن اكون فقدتها في المراهقه، ممكن اكون فقدتها بعد كده. المهم ان انا فقدتها. فلما فقدتها كان لازم ادور على البديل اللي يديها لي بيعوض يعني. فبالنسبه لي لما هشوف راجل كبير هبقى انا كاني بدور على اب. امتى بقى نقدر نعالج عند البنت او الولد ان هو مش لازم تاخد يعني مش لازم تاخديه راجل كبير. لو لقيتي بقى شاب راجل ساعتها هيغنيها. فهمت قصدك. كان سند بقى. يعني شاب صغير بس بس في رجوله عاليه. في رجوله عالية. والسند. أي. وكذا. فبقى اصبح هي خدت تبقى المتاع كله خدت حاجتين مع بعض. لكن هي غالبا بتلاقي الشاب دلوقتي تافه والشاب دلوقتي لاقي البنات فبتميل للكبير فيقول لك اخدها كبيره عائلت وشافت كذا. ناخد اتصال. اتفضل. طيب. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا. عليكم السلام. اهلا استاذه عبير. ازيك حضرتك. ازي حضرتك. اهلا وسهلا. الدكتوره معاكي اتفضلي سؤالك. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتوره. اهلا. اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك بخير يا رب. اتفضلي حبيبتي سؤالك. طب ارجعي كلميني تاني. شكرا لاتصالك. تمام. فهنا يبقى عمليه انك انت مثلا تبقى ابنك او بنتك في امهات بتجيلي هتتجنن ابنها عايز يتجوز واحده اكبر منه ب 15 سنه. الامهات بتزعل في الحالات دي. طيب الام كانت عايشه معاه. فين الفرق؟ ايوه كنت لسه هقول لحضرتك. الام عسكري حضرتك. مفيش حنان. انا اسفه جدا. مفيش حنان. ايوه الام عسكري. الام وقد تكون او في حنان جامد وهو عايز حد برضه بنفس مستوى. لا 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 هي في والله. ام عسكري بطبعها وفي ام يا عيني بتبقى صعبانه عليا بيبقى الراجل سلبي او الراجل متوفي زوجها قصدك. تمام. فبالتالي هي مضطره تقوم بدور الراجل والست فبتعمل ايه؟ بتشد جامد. هي بتشد شده غلط. هي عايزه تبقى هي خايفه ان صيتها تظهر وحنانها يضعف يطلع العيال فاسدين يضعف شخصيتها فبتعمل نفسها راجل فبتبقى يعني بتبقى كانها راجل. هي عمرها ما هتبقى راجل. ايوه اكيد. ايوه فبتتصرف غلط. فالراجل او الطفل او الشاب الابن. او البنت الابن او الابنه او الابنه مش شايفينها ست اصلا. شايفينها مصدر مادي شايفينها راجل بتزعق بتتخانق. أيوة. ما خدوش حنان. في امهات كتير ما بتحضنش اولادها سنين يعني العمر كله. يعني انت ازاي يعني ده ابنك يعني المفروض ان انا احضن ولادي. طبعا الولاد والبنات يا دكتوره الاثنين. طبعا حتى لما يكبر كده المفروض ان انا احضنه. ده صح في التربيه. طبعا طبعا جدا. ايه ما يبقاش مدلل. لا في ناس بقى تقول لك يعني ده كبير وبتحضنيه ده يعني كده. هل ده يعتبر في فرق؟ انا مش هاخده يعني ادلعه واجيب له لعبه. ايوه بحدود. لا. يعني قصدك بحدود. في حدود وفي احتياج. أيوه. هو لما يجري شاب مثلا وكبير كده وراجل وبيشتغل وحصل له ازمه في شغله ولسه ما اتجوزش يروح فين يعني؟ لازم انا طبطب عليه يجري على امه يترمي. أيوه. في حضنها ويبكي. أيوه. كمان ما هو. أيوه. ممكن يعني بيبقى شاب الناس السويه المظبوطه. لو شاب اتجرح في حاجه حد صاحبه اهانه. لو الام صحيحه وصديقه هيروح يجري يحكي لها حضنها ويقول لها صاحبي. أيوة. عمل فيا كذا وغدر بيا ولا خسرت مالي ولا اي حاجه. يفضفض مع مين؟ احنا بنعرف برضو يعني واحنا بنعرف اختيار الزوج بنعرف اصول التربيه من حضرتك. احنا بنستغل وجودك لاكثر. ربنا يخليك. لا مفيش مشكله بس دي نقطه مهمه جدا عشان كده ممكن تبقى الام موجوده بس هو فاقد الشعور الامومه فبيجدوا يعني. طب في الحاله دي انا جالي عريس وحسيت ان هو جاي لي علشان هو مفتقد لحنان الامومه او عايزني وانا كبيره في السن عنه اوافق عليه؟
لا ما هنا ما انا ازاي بقول لحضرتك، هي الفكره في انا ما احنا دي بقى خليها بكره طيب عشان دي حلقه بكره طبيعي، اللي هي ايه اللي هي خلاص لما هما الاثنين الاتنين مع اختاروا بعض. صح والتقوا، انا بقى ان ابتدي اميز ما بين اللي جاي لي ده جاي لي مقتنع، لان خلي بالك احنا نتكلم في نقطه مهمه جدا، لو هتتزوجي حد اكبر منك سنا بكتير او اصغر منك بكتير مطلوب منك، انا يعني لما تجيلي ما بقولهاش ما بتعمليش كده، انا برضو ما بقولش لحد ما تعملش كذا، ايوه انا ببتدي اقول لها والله بصي انت مدركه اضرار ذلك، ما هو في مزايا وفي اضرار اكيد، الاضرار في مرحله من العمر الاثنين يعني مثلا في الثلاثين او اواخر الثلاثين واواخر واوائل الاربعينات يعني حاجه و40 وحاجه مثلا و20 29 28 ست شكلها هيكبر اكتر، لا مش قصدي، قصدي ان المرحله دي ست او راجل بيتجوزوا ما بيبقوش حاسين بفارق السن، يعني ما بقاش فيه مشكله ان هم يتجوزوا، ما بيحسوش اصلا ان هي كبيره ولا هو كبير، الشعور ده ما بيشعروش بيه في الاول، في الاول ولا قصدي في الثلاثينات يعني والاربعينات في السن ده تمام، لو مش هيحسوا بالكلام، مش هيحسوا، هم هيحسوا قد بعض، ده ان انت ممكن حد يشوف في الاربعين يقول لك ده شكلك 30 ايوه ده عادي تمام. في نقطه كمان مهمه ان الصحه اهم من السن، يعني النهارده بيبقى شاب صغير عنده 25 سنه لكنه مريض فبتلاقيه كانه عجوز، لو واحده كبيره وبصحتها ونشيطه وكذا او الراجل كبير ونشيط بتشوفيه كانه شاب صغير، فدي نقطه برضو بتغير في الراي، لما تيجي واحده تقول لك راجل كبير، هي كبير مش بعكاز يعني، هو ممكن يكون بالنسبه لها كبير بس نشيط ورياضي فالموضوع مش كل واحد وظروفه يعني مش شرط السن ليه ظروف، وفي نفس الوقت في نفس الوقت لازم اقول لها بنود معينه اللي هي ايه، اللي هي مثلا انت النهارده مثلا يعني عندك 30 وهو 50 لسه هو في ريعان شويه مفيش مشكله اتجوزي، لكن اعرفي هتعيشوا مع بعض 10 15 سنه هيبقى هو مثلا كذا وانت هتبقي كذا، هل ساعتها هتقدري انت حاسه بصل الابعاد، وفي نفس الوقت بتوضح لها الابعاد. في نقطه كانت الحقيقه يعني جميله جدا وانا برضو شايفه، ما حدش ضامن عمره اصلا، يعني لو انت هتجدي السعاده وهو في ترضونا خلق ودينه وهو كبير في السن او صغير وفعلا محترم وفعلا عايز زواج صحيح وفعلا كل ده تمتعي، ما احنا ممكن ما نعيش ال 30 40 سنه يعني، ممكن تعيشيهم 10 سنين بس فيهم الخير كله يعني. اتفضلي. طب حضرتك احنا بقى كان في سؤال تاني المفروض ان انا كنت هطرحه على حضرتك اذا كنت تقوله لي في دقيقه كده وبعد كده نقول سؤال الحلقه. طيب بالنسبه للبنات اللي بتقول لك انا ممكن اخطب انا الراجل، والله ايه رايك في الموضوع ده؟ والله بصي انا ساعتها انا بيجي لي الناس دي ساعتها يعني بشفق عليهم جدا لسبب بسيط، هم من كتر ما اللي بيجي لهم يا اما غير صالحين يا اما بيجي لهمش حد مناسب يا اما بيشوفوا مهازل يعني، فبتوصل لمرحله ان هي شافت واحد مثلا ذو خلق ودين فقالت خلاص، طب انا السيده خديجه عملت كده يعني تزوجت النبي وقالت له يعني هي اللي عرضت عليه الزواج او بعتت له فهي بتفكر انه ده هو حلال من حيث حلال بس مش انت اللي تروحي لو اضطريتي، وبعدين بيزعلني قوي الموضوع ده لما بيطلعوا بنات صغيرين يعني مش مثلا عنست او حست ايدي يعني لسه الدنيا قدامها، ما بحبش اقول لفظ يعني الاختيارات لسه قدامها كتير، ما بحبش اقول لفظ العنف ان هي عانس والكلام ده، لكن يعني هي شعورها انها عانس وشعورها انها مش هتتزوج فممكن تفكر كده، هو حلال يعني ما نقدرش نقول حرام، بس انت واثقه انه الراجل اصيل والراجل هيقدر والراجل كذا يعني، دي برضو راجع لضوابط كتير وراجع للشخصيه اللي انت هتقدمي على الخطوه دي لانها خطوه كبيره مش قليله. ايوه بس تمام، ربنا يوفق كل البنات وبصراحه حضرتك بتساعدينا جدا يا رب يا رب. نقول بقى سؤال الحلقه. تمام، من هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القران؟ ابو بكر الصديق، علي بن ابي طالب، زيد بن حارثه. تمام، الاسئله نازله على الشاشه وبرضو تبعتوا الاجابات، رقم الاجابه رقم السؤال ورقم الاجابه زي كل يوم خيمته. تمام. تمام، وشروط المسابقه تقوليها برضو تاني. شروط المسابقه اهم حاجه ان ال 30 اجابه يكونوا اجابات صحيحه، يكونوا الاجابات يعني صحيحه وكامله ما فيش اي سؤال ناقص، والاسم ثلاثي والاسم ثلاثي والايميل. تمام، ورقم التليفون. تمام، احنا متشكرين لحضرتك جدا وان شاء الله بكره برضو هنكمل باقي الموضوع بإذن الله. اللي بدأناه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، شكرا لكم جدا وشكرا لحسن استماعكم، هنستناكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد الساعه 2 والاعاده الساعه 3. كنت معكم ايناس كامل، السلام عليكم. جميله. We'll be right back.
أنا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا. من إيه طيب؟ من كل حاجة. هو في أي فرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل، حتى الفلوس مش بتكفي. طيب اهدى بس وسيبها على الله. خلاص أنا تعبت، الواحد ينتحر ويخلص، ده الحل الوحيد. سيبني أنا مش عاوز أتكلم مع حد. لا طيب استنى هقولك على حاجة، أنت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس، الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري أسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا لا استنى بس، انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة. يا سلام، ببساطة كده؟ أيوة، انت خسران ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني. اصل عمر الانتحار ما كان الحل. الأكاديمية الدولية لتطوير الذات، اختلافك سر تميزك.